الحمار المشهور بأنه من الحيوانات الغبية، فإذا أردت أن تسب أحدا فتقول له يا حمار، دي الدلالة على الغباء. ولكن عايز أقولك إن الحمار مش غبي خالص، ده هو من الحيوانات الذكية ولكنه عنيد، فهو يستخدم العند عندما يشعر بالقلق من صاحبه، فيفعل ذلك من أجل الحفاظ على نفسه. الحمار اللي بتستهين بيه ده ذكر في القرآن 5 مرات في أكثر من سورة، وده إن كان يدل على إنه حيوان مهم. وحتى إن انقرض فهو مخلد في القرآن، وهو أيضا من الحيوانات السريعة، فهو يستطيع أن يجري بسرعة 24 كيلومتر في الساعة، وأيضا من الحيوانات الذكية والقوية والحنونة، ويحب التعامل مع البشر جدا. فبعد كده لو حد سبك بالحمار قول له تسلم. لا لا بهزر، فبعد كده ما تقللش من قيمة حاجة انت ما تعرفهاش كويس. اتمنى تكون استفدت، ما تنساش اللايك والفولو والاشتراك، وصلوا على وصول في كومنتات، ومع السلامة في فيديوهات يومية على القناة، خش استفيد.